اليوم احنا متواجدين في محافظة المفرق، يا ترى شو هي مطالب الناس في البرلمان القادم؟ مع النائب أنا. من هو النائب الذي نطمح لاختياره ووصوله إلى هذا المجلس؟ هو النائب الذي يقوم بدوره التشريعي والرقابي داخل المجلس ويلبي الطموحات والآمال التي نتطلع إليها داخل محافظة المفرق. لا يهم من هو النائب الذي سيمثلنا من أي عشيرة ومن أي عائلة، ما يهمنا هو أن نختار النائب الذي سيغير من الطموحات والآمال، من الاحتياجات التي تحتاجها محافظة المفرق. لدينا العديد من الرؤى، لدينا العديد من الأحلام التي ستبنى. في هذا العرس الوطني نجسد توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمير حفظهم الله في تفعيل الحياة البرلمانية بروح شبابية تحاكي آلية الارتقاء بالوطن والمواطن كما يريد جلالته. وأتمنى أن تثمر هذه الانتخابات انطاقات طلاقة تلم بشخصية مرشح قادر على فهم واستيعاب طموح الشباب. نأمل في هذا المجلس 20 لمجلس النواب أن نجد من يمثلنا كشباب ويسمع أصواتنا ويشعر بما نشعر به كشباب. وأيضا من صفات النائب الذي أطمح لأن أجده في مجلس الأمة هي النزاهة والشفافية والمساءلة والقدرة على التشريع، فهذه من صفات النائب الفعال. ندعم القدرة على العمل الجماعي بين النائب الحزبي والنائب المحلي في تمثيل مطالب ومهام الشباب. ندعم من يمثلنا تحت القبة من الشباب، ونطالب من جميع أبناء الوطن المشاركة في هذه الانتخابات ليكون لهم موقف يسجل في اتخاذ القرار في داخل هذه الدولة. نحن اليوم بحاجة ماسة إلى نواب منفذين لبرامج انتخابية واقعية وحقيقية، منخرطين بين الشباب، قادرين على فهمهم وإيصال رسالتهم ودعمهم ومساندتهم، لأنهم كنز المجتمع. وإذ كان في البلدان المجاورة تحظى بالنفط، فنحن نحظى بطاقات شبابية ولديها طموح وحماس وأفكار. الفترة القادمة فترة مهمة جدا، خصوصا مع تجربة الأحزاب في هذه الدورة. أنا كمواطن فعال أسعى للمشاركة في الحياة السياسية، ونحن اليوم من محافظة المفرق نطمح لوجود نائب قادر على تمثيل الشعب في مجلس النواب ويكون في سن الشباب، كما نعلم أن الأردن مكتظ بشباب فعال ويكون داعم الأول للشباب في خلق وحلول وفرص عمل للشباب وإيجاد الحلول ودعم في بناء مستقبلهم، كما يكون ذو كفاءة في التشريع والإدارة، وأن يكون على قدر عالي من المسؤولية، وأن يكون حامل رسالة سامية في وأفكار يسعى لتطبيقها، لأن النائب هو حلقة وصل ما بين الحكومة والشعب. النائب المثالي هو النائب الذي يكون لديه القدرة على تشريع القوانين والقيام بدوره الرقابي بشكل فعال على الحكومة ووزاراتها، ويكون لديه القدرة على تفضيل مصلحة المواطن بما يتناسب مع عدم الإضرار بمصالح الدولة سواء الاقتصادية أو التشريعية وغيرها، وأن يكون لديه معرفة بحقوقه وواجباته كنائب، وأن يكون قادر على حث الدولة للعمل على إيجاد فرص عمل للشباب وتطوير القطاع المؤسسي. نتمنى أن يكون النائب ملما بالتشريعات والقوانين والأنظمة وإيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وإعطاء فرص للشباب وتمكينهم من إدارة المشهد السياسي ومن له باع في القوانين والأنظمة المنبثقة من الدستور ودمج الشباب في الحياة السياسية. مواصفات النائب القادم أن يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية والإلمام بالمواضيع المهمة التي تهم المواطنين، وأن يكون على معرفة بالأمور الإدارية التي تهم المواطنين. أيضا أن يكون نزيها بعيدا عن الفساد والمحسوبية، وأيضا أن يكون صريحا واضحا في أقواله وأفعاله، أيضا أن يكون على تواصل فعال مع المواطنين ومعرفة همومهم ومشاكلهم. ويجب أن يكون نائب تشريعات ونائب مراقبة ونائب يراقب الأمور التشريعية ومحاسبة الحكومات في مراحل عملها. فلذلك نحن بحاجة إلى مجلس نواب يقوم بدوره السياسي ودوره التشريعي وليس الدور الخدماتي، فنحن بحاجة إلى مجلس نواب واعي لتشريعاته وواعي للدور السياسي التي أمر بها جلالة الملك أطال الله في عمره. النائب الذي نريد هو نائب
يقوم بالاستجواب ويقوم بكل مهامه المطلوبة منه كنائب ويمارس صلاحياته في سبيل الحصول على ما يريد الشعب تحقيقه ليعيش الشعب معيشة حسنة. تريد نائب يؤدي دورا تشريعيا رقابيا متفهم للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، يمثل الأردن داخليا وخارجيا، يتمتع بثقافة قانونية. نريد نائبا يحمل مشروع وطني أردنيا نرى نتائجه في البادية والقرية والريف والمدينة. وأيضا نحن كشباب علينا دور كبير في اختيار النائب الذي نريد، سواء على القائمة الحزبية أو على القائمة المحلية، من خلال معايير مهمة. أولا الفهم الثقافي والوعي السياسي والوعي الاقتصادي والمهارات الدبلوماسية ومهارات التواصل والاتصال. وأيضا نحن كشباب وكمواطنين علينا دور كبير في اختيار النائب ضمن برنامج انتخابي يحاسب عليه بعد الترشح. نريد نائب تشريعي وليس خدماتي. نريد أن نسمع صوت الشعب تحت القبة. نريد أن نرى ثقة المواطنين في الدولة الأردنية بمن يمثلوها. نريد صراحة نائب يحمل برنامج وطني، لأن الأردن يستحق دائما الأفضل، يستحق أن نرفع من مستوى القوانين والتشريعات للتيسير على المواطنين في حياتهم. نبحث نحن أيضا عن الناخب الواعي والمثقف في هذه المرحلة.